ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قتل 8 أشخاص وأصيب 2 آخران اليوم الثلاثاء إثر انفجار ناتج عن تسرب الغاز بمنزل في مدينة سطيف شرقي الجزائر، فيما يواصل رجال الطوارئ عملهم. وذكرت الحماية المدنية في الجزائر في بيان عبر تويتر: تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف على إثر انفجار غاز بمنزل تبعه انتشار حريق نحو 3 منازل مجاورة بالمكان المسمى تجزئة العمامشة حي 583 مسكن بلدية عين والمان. وأشارت الإدارة إلى أن حصيلة ضحايا الحادث بلغت 8 وفيات محترقين، 3 نساء ورجلين و3 أطفال و2 مصابين بجروح. وأوضحت أن الانفجار وقع بمنزل يوجد بالطابق الأرضي به مخزن لمواد أولية لصناعة مواد التجميل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أرواح وليدي الله أكبر 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 كبر الله أكبر 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 كبيرة الله أكبر 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 كبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أحمد يا رب العالمين الله أكبر 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 لا حكش النار من هي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة عندك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أرواحك لا أرجع لي فوق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله